نيجيريا مباراة النصور هنا في استاد دور 16 لكأس افريقيا لكرة القدم. تشكيلة المنتخب التونسي لحراسة المرمى بشير بن سعيد، على اليمين دراجر، على اليسار الحدادي العيفة والطالبي، وسط ميدان سخيري عيدوني بن سليمان، الهجوم المساكني حمزة رفيع وسيف الدين الجزيري. تشكيلة النصور أمامكم خيارات إيجاب هون أوغوستين لحراسة المرمى أوكوي، الراس المساكني وقاطع على الكرة، درجة خطيرة المحاولة الأولى. مباراة صعبة مرتقبة من أداء الهجوم الأقوى، قلت جمهورية لاتاك نيجيريا في التاريخ. كرة من جهة دراجر خطير الفريق النيجيري، والكرة الأولى إلى ركنية أولى في أقل من 40 ثانية. نيجيريا ما تعرفش الحذر، لا تعرف البدايات. براس كرة خطيرة والتسديد، موزيس موزيس يلف ويدور خطيرة مرت من الطرف. الله يا الله يا مان على خطار يا ستار يا سنتراج، اضرب الراس جول 1-0 خطيرة خطيرة جدا والحارس. برافو يا بشير، برافو يا بشير يا بن سعيد، حارس آخر يعملها كلاكات ويحطها ركون. ولد الدار بالراس شد سليمة، وين مراش فيها الكرة؟ ويني مراش فيها ركنية رقم 17 في 13 دقيقة تقريبا، هذه الخامسة ولا السادسة. يا حمزة شوت شوت يا حمزة، يا حمزة يا حمزة يا حمزة ردها عليه ان استطعت يا حمزة. دراجر بالراس والحارس بشير بن سعيد، درجة الكرة من بشير. 38 دقيقة لعب في الشوط الأول، ريتم عالي يفرضه فريق يمسك شوت 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 يمسك لجول، واحد بلاش واحد بلاش للنصور. قدمناهم قدمناهم، النصر النيجيري ريشوه، واحد بلاش النصور تتقدم، هدف عالمي يمسكني انا من سميتك النمس، يوسف النمس يضرب كل